في يوم زي ده وأنا بستلم جايزة أحسن مدرب في العالم، الطبيعي أن أحكي لكم قصص نجاحي، لكن الحقيقة أنا حاسس أني محتاج أحكي لكم واحدة من قصص فشلي. في 2011 فريقي بروسيا دورتموند واجه بايرن ميونخ. كانت مباراة كبيرة في الدوري لأننا ما فوزناش عليهم من 20 سنة في ملعبه. دايماً بستمد الإلهام من الأفلام، ودايماً كل ما أحتاج أحفز اللاعبين بفكر في روكي بالبوا. في رأيي المدارس لازم تعرض أول 4 أجزاء من روكي، ده مهم زي تعلم الحروف. لو اتفرجت على سلسلة روكي من غير ما تحس إنك عايز تتسلق جبل فأكيد أنت فيك حاجة غلط. وعشان كده ليلة مباراة بايرن جمعت اللاعبين في أوضة، قعدتهم وطفيت النور وقلت لهم الحقيقة. آخر مرة فاز فيها دورتموند في ميونخ أغلبكم كان لسه بيلبس حفاضات. وبعدين فرجتهم على مشاهد من الجزء الرابع لروكي، خصوصاً المشهد الكلاسيكي مع آيفان دراجو. دراجو بيجري على سير متحرك مربوط بأجهزة كمبيوتر، والعلماء بيعملوا عليه دراسات. فاكرين المشهد ده؟ أنا قلت للولاد شايفين؟ بايرن ميونخ هو آيفان دراجو، هو الأفضل في كل شيء، الأفضل في التكنولوجيا، عنده أفضل آلات لا يمكن إيقافه. قلت للولاد شايفين؟ ده أنتم، إحنا روكي، إحنا أصغر، ده صحيح، لكن عندنا شغف، عندنا قلب الأبطال، نقدر نحقق المستحيل. اندمجت في الكلام وانسجمت، وفي لحظة بصيت للولاد عشان أشوف رد فعلهم. توقعت إنهم حيقفوا على الكراسي ويبقوا جاهزين لتسلق جبل في سايبيريا، لكن اتفاجأت بيهم قاعدين وعينيهم ميتة، صمت تام، صوت صرصور الحقل. ساعتها فهمت اللي حصل، وافتكرت الفيلم اتعرض امتى؟ سنة 1980، لكن امتى لعبت اتولدوا؟ قلت لهم دقيقة واحدة يا شباب، اللي يعرف روكي بالبوا يرفع ايده؟ مفيش غير سيباستيان كيل وباتريك أومويلا اللي رفعوا ايديهم بس. خطابي كله اتضح انه كلام فارغ. قبل أهم مباراة في الموسم، يمكن أهم مباراة في حياة اللاعبين دول، مدربهم بيكلمهم 10 دقايق عن التكنولوجيا السوفيتية، متخيلين الفشل؟ دي قصة حقيقية، هو ده اللي بيحصل في الحياة عشان إحنا بشر. أحياناً بنحرج نفسنا، بنفتكر إننا بنقول أعظم خطبة في تاريخ كرة القدم، لكن في الحقيقة إحنا بنقول كلام فارغ. رغم كده، بنصحى تاني يوم ونواصل حياتنا، وبنحاول نحول قصص الفشل للحظات نجاح، زي اللي أنا بعيشها دلوقتي.